التتويج لسياسة حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. يتوج أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر سياسة وضوضاء. أشكرك يا أبو محمد أيضا خبرة كبيرة ورائعة من خلال أيضا الشوط الرئيسي ويأتي بالمركزين الأول والثاني. هذه لحظات أيضا التتويج بهذا الرمز بمجسم قصر الحصن. تهانينا والناموس على هذا الفوز وأيضا تسجيل التوقيت الزمني الذي حمل إشارة ممتاز. هذه هي سياسة حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. 9:03:09 في هذه اللحظات يأتي تكريم شاهين لسعيد بن راشد بن غدير الكتبي. هنا سالم بن سعيد سالم بن مبارك الزرعي مضمر شاهين. بالفعل هو من قاد شاهين للفوز والانتصار.